دي المصل التانية اللي احنا بنقول عليها بتطلع من التيبيا بقى، دي اللي هي اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس، دي طالعة من التيبيا. طالعة منين؟ من التيبيا، من البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا. فين بالظبط؟ جاست بيلو السوليال لاين، وبعدين هنا ميديال تو ذا فيرتيكال لاين، الفيرتيكال لاين اللي هو موجود على البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا. يعني هي في هنا فيرتيكال لاين، فهي طالعة ميديال تو ذا فيرتيكال لاين. المصل دي اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس، بنقول طالعه من البوستيرور سيرفيس اوف ذا تيبيا جاست بيلو الايه السوليال لاين. المصل دي اسمها فليكسور، يعني موجوده على البلانتر، الانسرشن بتاعها هيبقى على البلانتر سيرفيس ناحيه السول اوف ذا فوت. ديجيتورام، كلمه ديجيتورام لازم ترتبط في ذهننا انها راحه للديجيتس، الديجيتس اللي هي ايه الصوابع، فدي راحه للصوابع اسمها فليكسور ديجيتورام. يعني انا عندي كام صباع باستثناء البيج تو الصباع الكبير، انا عندي 4 صوابع، فدي اسمها ديجيتورام، بتتقسم التندون بتاعها بيتقسم 4 تندون، 1 2 3 4، رايحين فين؟ رايحين يعملوا انسيرشن انتو لونجس بقى، اسمها لونجس. لونجس يعني ايه؟ يعني تعمل انسيرشن في التيرمينال ايه؟ فلانجيز. فعشان كده يسموها فليكسور ديجيتورام لونجس، يعني تعمل انسيرشن في التيرمينال فلانجيز. This muscle is inserted into the terminal phalanges، ادي 1 2 3 4 of the lateral four toes، الـ4 الصوابع اللاترال اهي. يبقى الاورجن بتاعها من البوستيرور سيرفيس اوف ذا تيبيا جاست بيلو السوليال لاين، الانسيرشن بتاعها بتتقسم 4 تندون، تعمل انسيرشن في التيرمينال فلانجيز of the lateral four tooth، طبعا هنا هو في البلانتر سيرفيس، طبعا النيرف سبلاي بتاعها زيهم اللي هو البوستيرو تيبيا نيرف، الاكشن بتاعها بتعمل فليكشن للاول جوينتس اوف ذا lateral four tooth، يعني كل المفاصل بتاع التوز دي تعمل ليها بلانتر ايه فليكشن، وبتساعد في الفليكشن بتاع الايه الانكل جوينت. وبيقولوا كمان انها مينتين ذا ميديال اند لاترال لونجيتودينال ارش اوف ذا فوت، يعني بتحافظ على الفوت بتبقى ارشد، بتحافظ على اقواس القدم اللي احنا هنشرحها في الاخر. لكن انا بيهمني طبعا ان احنا نقول عليها انها طبعا بتعمل فليكشن لاول جوينتس او بلانتر فليكشن اوف اول جوينتس اوف ذا لاترال فور توز، ونمرة 2 بتساعد في البلانتر فليكشن اوف ذا ايه انكل جوينت. وطبعا زي ما احنا شايفين الاورجن بتاعها تحت السوليال لاين من البوستيرور سيرفيس اوف ذا ايه تيبيا، وده موجود ميديال تو ذا فيرتيكال لاين اللي موجود على البوستيرور سيرفيس اوف ذا تيبيا، واهي عامله راحه للفلانجيز عشان كده، او راحه للتوز الصوابع عشان كده، واللي هي بيسموها فليكسور ديجيتورم راحه للصوابع، وبتعمل انسيرشن في اللاترال في ديستال فالانجيز، البيز اوف ذا ديستال فالانجيز اوف ذا لاترال فور اي توز، والديستال لانها اسمها لونجس، وبعدين ديجيتورم لانها راحه لكل الايه الصوابع، وفليكسور لانها موجوده على البلانت، الانسيرشن بتاعها على البلانتر سيرفيس، يبقى دي عشان كده بيسموها فليكسور ديجيتورام لونجاس، وبتاخد نيرف سبلاي من البوستيرو تيبيال نيرف.